الرئيس السيسي يفتتح مركز مصر الثقافي الإسلامي ويشيد بجهود العاملين بالعاصمة الإدارية. الرئيس السيسي يتبادل التهاني مع الزعماء العرب بمناسبة شهر رمضان المبارك. فرنسا تترقب اليوم مظاهرات جديدة ضمن سلسلة الإضرابات العمالية احتجاجا على قانون التقاعد. الثامنة صباحاً، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة. أهلاً ومرحباً بكم. افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويعد مركز مصر الثقافي الإسلامي إنجازاً كبيراً ومن أبرز المشروعات التي جرى إنشاؤها في العاصمة الإدارية الجديدة. واستمع الرئيس السيسي إلى شرح مفصل حول طبيعة المركز الذي يعتبر من أكبر المباني في العالم، وجرى إنشاء المركز الثقافي الإسلامي بأحدث الإمكانيات العالمية ليكون مركزاً بمستوى عالمي يهدف إلى النمو الفكري والثقافي والديني والاجتماعي، ليعد من المراكز الثقافية الهامة في مصر وأفريقيا أيضاً. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي دار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة. كما تفقد الرئيس السيسي أروقة دار القرآن الكريم واستمع إلى شرح تفصيلي من الدكتور أسامة الأزهري. أدى الرئيس السيسي صلاة فجر أول أيام شهر رمضان المبارك من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة. جاء ذلك بعد افتتاحه بالمركز الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة. وفي كلمته بمائدة السحور بالعاصمة الإدارية، توجه الرئيس السيسي بالتهنئة لشعب مصر بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. كما ثمن الرئيس السيسي جهود العاملين في العاصمة الإدارية الجديدة. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة تانية كل سنة وانتم طيبين، وأرجو أن احنا يعني ما نكونش أثقلنا عليكم جميعا يعني، وحرمنا الأسر من سحور أول يوم يعني، لكن كان مهم أوي أن احنا نبقى موجودين مع بعض لمناسبة جميلة زي كده. فكل سنة وانتم طيبين، ودايماً أيامنا إن شاء الله تبقى أيام طيبة وجميلة وفيها كرم ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يعني. فمش عايز أعطلك أكتر من كده، لسه هنكمل حاجة تاني. فبشكر طبعاً الشباب والإيد العافية اللي بتشتغل وبتعمل الأعمال الرائعة دي على مدى السنين اللي فاتت يعني. ربنا يديكم الصحة وكملوا، وإحنا زي ما أنتوا شفتوا كده، زي ما تقال الأرض كانت يعني كانت صحرا ما فيش فيها حاجة، ولسه شوفوا الدنيا بقت عاملة إزاي بفضل الله وبفضل جهدكم يعني. كل سنة وأنتوا طيبين، تفضلوا تفضلوا. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد شارك في مائدة السحور بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد الرئيس السيسي فقرات إنشاد دينية من بعض المطربين احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك. وقدمت مجموعة من الشباب المشاركين في مسابقة الدوم أمام الرئيس السيسي عزفا موسيقيا وفنيا. لجل النبي لجل النبي لجل النبي، دي القعدة حلوة والنبي، لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي، تقبل صلاة على النبي، لجل النبي لجل النبي لجل النبي لجل النبي، تقبل صلاة على النبي لأجل النبي.
وتم إنشاء مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية ليكون منارة تعكس المبادئ الصحيحة للدين وسماحته التي تدعو إلى التعايش السلمي وقبول الآخر وحرية الاعتقاد. المزيد عن مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية في العرض التالي مع زميل شادي شاش. أهلا بكم. منذ فجر التاريخ ومصر ارتباطها بالدين والعبادة لا ينقطع، فأرض الكنانة عامرة بمساجدها التاريخية منها والحديثة، مساجد دائما مفتوحة أبوابها، مرفوعة مآذنها، عامرة بمصليها. واحد من تلك المنشآت هو مركز مصر الثقافي الإسلامي في العاصمة الإدارية، والذي تم إنشاؤه ليكون منارة تعكس المبادئ الصحيحة للدين وسماحته التي تدعو إلى التعايش السلمي وقبول الآخر وحرية الاعتقاد. يتوسط مركز مصر الثقافي الإسلامي قلب الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، يحده طريق رقم 11 والمحور الرئيسي وساحة الشعب من جهة الشمال، وطريق محمد بن زايد الشمالي من جهة الجنوب، حيث يقع على هضبة بارتفاع 24 مترا. يقام مركز مصر الثقافي الإسلامي على مساحة كبيرة، ويضم مسجدا يحمل اسم مسجد مصر بالإضافة إلى منطقة الخدمات. كما يوجد بالمركز المكتبة الإسلامية المركزية، ويضم المركز أيضا مجموعة من القاعات الضخمة للاحتفالات والمناسبات وتحفيظ قرآن للرجال والسيدات والأطفال. كما يحتوي على ساحة انتظار للسيارات وجراج متعدد الأدوار بسعة إجمالية حوالي 3000 سيارة. أما مسجد مصر فتبلغ مساحته أكثر من 19000 متر مربع، حيث يعد أحد أكبر المساجد في العالم، وترتفع مآذنه بطول 140 مترا. ويحتوي المسجد على ثلاثة مداخل رئيسية تعلوها قباب إسلامية بالإضافة إلى مدخل خدمي رابع. ويتكون مسجد مصر من صحن الصلاة بمساحة 9600 متر مربع تعلوه قبة إسلامية رئيسية وست قاعات تبلغ مساحة القاعة الواحدة 350 متر مربعا، وتعلو كل منها قبة إسلامية. كما أن للمسجد فراغات خدمية مختلفة. ويضم مسجد مصر مبنى دار القرآن الكريم على مساحة نحو 5000 متر مربع، ويقع المبنى بالكامل تحت مستوى سطح الأرض وتعلو ساحة المسجد. أما بالنسبة لعدد المصلين فإن صحن المسجد يتسع ل 12000 مصل، فيما يبلغ عدد المصلين بالساحة العلوية 40000 مصل، وعدد المصلين بالساحة السفلية 55000، ليبلغ إجمالي عدد المصلين 107000. مشاهدينا، كان هذا عرضا لمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لينضم إلى مساجد مدينة الألف مئذنة لتظل مصر عامرة بمساجدها. ويعد مركز مصر الثقافي الإسلامي من أضخم المنشآت في العاصمة الإدارية الجديدة، ويقام على مساحة 15000 متر مربع، كما يضم مسجد مصر أحد أكبر المساجد في العالم. المزيد في سياق العرض التالي.
يقع مسجد مصر في قلب الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويعد من أحد أكبر المساجد في العالم. المزيد عن المسجد نتابعه في سياق التقرير التالي. تبادل الرئيس عبد الفتاح السيسي التهانية مع الملوك والزعماء العرب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، حيث أجرى الرئيس اتصالات مع ملك الأردن ورؤساء الإمارات وتونس والجزائر وفلسطين وأمير دولة قطر ورئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس المجلس الرئاسي الليبي. كما تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من ملك البحرين وأمير منطقة تبوك بالسعودية. تواصل القوات المسلحة تنظيم الزيارات الميدانية لطلبات الجامعات إلى عدد من المشروعات التنموية العملاقة، استمرارا لحملة شوف بنفسك التي أطلقتها القوات المسلحة لتعريف الشعب المصري بالمشروعات التنموية العملاقة. شوف بنفسك، إنجازات جمهوريتنا الجديدة. وصلت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظيم الزيارات الميدانية لطلبة الجامعات لعدد من المشروعات التنموية العملاقة، وده في إطار حملة شوف بنفسك. شملت الزيارات مجمع مصانع أسمنت بني سويف، واللي بيعمل في المقام الأول على توفير احتياجات المشروعات القومية، ويعد علامة مضيئة على خارطة الصناعة المصرية. مبهور جدا من اللي شفناه النهارده، ان احنا كنا بنشوفه على التلفزيون بس وان احنا قدرنا نشوفه في الواقع. المشاريع دي بصراحه كنت بشوفها في التلفزيون بحجم صغير شويه، فما كنتش متخيل ان هي بالكميه الكبيره دي. انا هنا من بني سويف اساسا، بس ما كنتش متخيل الموضوع كنا بنشوف الكلام ده كله على التلفزيون، بس ما كنتش متخيل ان المكان بالحجم ده او بالروعه دي كلها. بصراحه مجمع المصانع للشركه الوطنيه تسمع عنه، بس ما اعرفش ان هو بالحجم ده ومن احسن المصانع على مستوى العالم لانتاج الاسمنت. كنت بدرس حاجة وجيت شفت حاجة تانية خالص جميلة بجد، فمبسوطة قوي قوي بجد باليوم وبالمصنع. ما كنتش متخيلة المصنع بالجمال والرقي ده، انبهرت قوي. أنا سعيدة جدا لزيارتي لمجمع مصانع الأسمنت الوطنية، جميل جدا. ما كنتش متوقع إن البلد يكون فيها مصنع بينتج حاجة بالجودة دي وبالكفاءة دي. ما كنتش متخيلة إن مشروع زي كده هيتم على أرض مصرية بالنظام ده، وقد إيه هو فعلا فوق الوصف، هو فعلا حلو جدا. وشكرا جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي
على حاجه زي كده طبعا عظيمه جدا جدا جدا. انا شايفه الحقيقه الانطباع الحلو للشباب وهم طالعين من الزياره الجميله دي، اتمنى ان ده يعني دايما يتكرر علشان نقوي اكتر واكتر روح الانتماء الجميله اللي جوه شبابنا لبلدهم مصر. كمان تم تنفيذ زيارات ميدانيه لطلبه الجامعات لمجمع الانتاج الحيواني بمدينه السادات، واستمعوا لعرض تفصيلي عن المجمع واليات العمل به واللي بيهدف لتنميه الثروه الحيوانيه وتوفير فرص عمل للشباب وسد الاحتياجات الاساسيه للمواطنين من اللحوم والالبان. احنا دلوقتي في مجمع الانتاج الحيواني في مدينه السادات. طبعا اللي بنشوفه على التلفزيون بيكون نموذج مصغر، احنا فعلا اللي شفناه في ارض الواقع فوق الهائل فوق الوصف. الصراحه اللي احنا كنا بنشوفه في التلفزيون حاجه، اما جينا هنا على ارض الواقع حقيقي بجد حاجه حلوه جدا ومشرفه. انا مبسوطه جدا ان انا جيت وشفت الحاجات دي وشفت الاجهزه المتطوره على ارض الواقع. فعلا الموضوع يعني على ارض الواقع حاجه مشرفه جدا لمصر والانتاج الحيواني عموما في مصر. فكره ان احنا ننزل على ارض الواقع ونشوف الحاجات اللي بنشوفها في التلفزيون طبعا مختلفه واكيد احسن بكتير. انا بشوف التلفزيون حاجه، لما جيت هنا لا فعلا الواقع اجمل واحسن بكتير. احنا هنا في مكان فخر لمصر كلها، واي مصري دايما بنسمع في التلفزيون او على السوشيال ميديا بيقولوا ان دول بره متقدمه، احنا وجودنا هنا بيثبت للكل ان مصر متقدمه اكتر من الدول اللي بره واحسن. الاجهزه هنا على اعلى مستوى، ده يعني حاجه فخر لينا كلنا، وبجد احنا فعلا في عصر الحداثه في مصر. وكمان تم تنظيم زياره طلبة الجامعات لمنطقة توشكا واللي بتعد ملحمة إنتاجية زراعية تعمل بكامل طاقتها على مدار اليوم دون توقف لتحقيق طفرة زراعية تساهم في توفير المنتجات الغذائية للمواطنين. أنا بحب أشكر القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة الرائعة اللي خلت شباب مصر الواعدين يشوفوا الإنجازات على أرض الواقع اللي كنا بنعتبره خيال اتحقق على أرض الواقع. طبعاً احنا النهاردة مبسوطين جداً، شفنا بعينينا ولمسنا بإيدينا العظمة اللي بتقوم بها الدولة والمشروعات الجميلة اللي احنا ما كناش بنشوفها قبل كده، فاحنا مبسوطين جداً وبنشكر سيادة الرئيس على دعمه المستمر لطلاب الجامعات المصرية. يعني كنت فاكر انها صحراء، اللي هو احنا رايحين نشوف ايه، طيب احنا هنروح نتمشى في صحراء، ما كنتش متخيل ان انا ممكن الاقي اي حاجه اتفرج عليها او اي انجاز اصلا معمول. لما انا جيت بنفسي هنا وشفت اللي حاصل هنا بعيني، يعني وجهه نظري اتغيرت تماما لما ابتدينا نشوف المشروع القومي اللي مصر شغال عليه والانجازات اللي متحققه بالفعل قدامنا. يعني وجهه نظري اتغيرت تماما، احنا ما لقيناش صحراء، احنا لقينا انجاز بالفعل بيتحقق، لقينا مشروع قومي مصري فعلا شغال عليه. طبعا حابب اشكر فخامه الرئيس على كم المشروعات اللي تم تنفيذها واللي شفناها بعيننا على ارض الواقع. طبعا حاجه قمه في الخيال ان الصحراء تكون كلها بقت عمار، زراعه، استصلاحات. بجد بجد حاجه عظيمه وتحيا مصر. انبهرت من الوضع هنا، انبهرت من ان انا ان مصر قادره تعمل كده، قادره توفر فرص عمل، قادره توفر زراعه، قادره توفر تنقل من الدلتا لهنا، قادره تعمل تبني وتستصلح اراضي زراعيه بمساحه مصر كلها هنا. السوشيال ميديا والانترنت ما كان ظاهر لنا الحاجه دي بالشكل اللي احنا شفناه بشكل واضح. المزرعه بصراحه كانت جميله جدا وكشفت لنا حاجات كتير، يعني احنا اول مره نعرفها. شفنا مصر بتتطور، مصر بتتقدم اقتصاديا، واحنا طبعا عندنا مشروع توشكا من اكبر المشروعات على مستوى الشرق الاوسط كله. لا مصر قادره انها تعدي، قادره انها تتقدم اقتصاديا، تتقدم زراعيا بهنا مشروع توشكا وفي مصر كلها. بعد توجيهات السيد الرئيس طبعا زياره الجامعات والمدارس لارض توشكا، احنا موجودين هنا بنشوف على ارض الواقع، بنشوف المعلومه صح بعينينا، بنلمس بايدينا تراب مصر. وفي لفتة إنسانية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبر عن اهتمامه بالشباب، اطمن تليفونيا على أبنائه من طلبة الجامعات خلال زيارتهم لمنطقة توشكا، وطلب من الشباب نقل ما شاهدوه من إنجازات لأسرهم وزمايلهم. احنا بنشكر معاليك يا سيد الرئيس والله العظيم. ربنا يوفقك يا رئيس. عليكم السلام. وعليكم السلام. اسمع وهات يا رئيس. والله احنا شفنا حاجات لسياده الرئيس عينيه فعلا، يعني ما حدش يقدر بعد كده يعمل اشاعات او يقول لا الحاجات ما بتحصلش. احنا لمسنا الحاجات وشفناها، يمكن سياده اللواء النهارده شرح لنا كل حاجه بشكل مفصل حقيقي. يعني الحمد لله يا فندم. نشكر حضرتك يا سياده الرئيس، نشكر حضرتك جدا، بنشكر حضرتك جدا، وحقيقه لنا عظيمه جدا، والوعي اللي حضرتك يعني كانت مبادره جميله من حضرتك. تحيا مصر. تحيا مصر. فينا فينا. تحيا مصر. تحيا مصر. لينا لينا. قدره اعلى.
بكرة أغلى. بينا بينا. تحيا مصر. تحيا مصر. زيارات متواصلة بتنظمها القوات المسلحة لتعظيم روح الولاء والانتماء لطلبة الجامعات المصرية للوقوف على ما تحقق من إنجازات على أرض الواقع. شوف بنفسك إنجازات جمهوريتنا الجديدة. استلمت القوات البحرية المصرية 3 لانشات مرور بعيد من طراز سايكلون من القوات البحرية الأمريكية، وقد قام الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية والفريق بحري براد كوبر قائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية وقائد الأسطول الخامس بالتوقيع على وثيقة تسليم وتسلم اللانشات من الجانب الأمريكي، تلها رفع العلم المصري على لانشات المرور إذانا بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية التي تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسلح والكفاءة القتالية وفقا لأحدث النظم العالمية. استلمت القوات البحرية المصرية 3 لانشات مرور بعيد من طراز سايكلون من القوات البحرية الأمريكية، حيث قام الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية والفريق البحري براند كوبر قائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية وقائد الأسطول الخامس بالتوقيع على وثيقة تسليم وتسلم اللانشات من الجانب الأمريكي، تلاها رفع العلم المصري على لانشات المرور إذاناً بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية والتي تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقاً لأحدث النظم العالمية. وتعد لانشات المرور البعيد من طراز سايكلون من أحدث الوحدات المتطورة في البحرية الأمريكية. وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحية الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للحضور من الجانبين، مشيرا إلى حرص القوات المسلحة على دعم قدرات الأسطول البحري المصري لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية، موضحا أن استلام هذه الوحدات يأتي تأكيدا لعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. واختتمت مراسم الاحتفال بتبادل الدروع والهدايا التذكارية. حضر المراسم عدد من قادة القوات البحرية المصرية والأمريكية والقائم بأعمال السفير الأمريكي بجمهورية مصر العربية. في إطار التيسيرات التجنيدية التي تقدمها القوات المسلحة لأبناء المناطق الحدودية، قامت إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة بدفع عدد من اللجان التجنيدية والقضائية لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين من قاطني المحافظات الحدودية وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية مجانا في أماكن تواجدهم. في إطار التيسيرات التجنيدية التي تقدمها القوات المسلحة لأبناء المناطق الحدودية، قامت إدارة التجنيد والتعبئة للقوات المسلحة بدفع عدد من اللجان التجنيدية والقضائية لتسوية المواقف التجنيدية للمواطنين من قاطني المحافظات الحدودية وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية مجاناً في أماكن تواجدهم. ففي محافظة شمال سيناء، وانعكاسا للأمن والاستقرار في شوارع مدن شمال سيناء، استقبلت اللجان التجنيدية في مدينة العريش على مدار عدة أيام المئات من أبناء المحافظة لإنهاء إجراءات المعاملة التجنيدية وتسليمهم شهاداتهم. وأعرب أبناء المحافظة عن خالص الشكر والتقدير للقوات المسلحة على الجهود والتيسيرات المبذولة لتسهيل الإجراءات التجنيدية عليهم. هي تسهل القوات المسلحة، نشكرها ونشكر جهود اللجنة معنا، ماشي عملوا معنا مجهود، يعني وقفوا معنا موقف طيب جدا القوات المسلحه. بدل من الواحد يروح الزقازيق ويجي 4 مرات 3 مرات، هم في يوم واحد خلصوا لنا كل حاجه. يعني اجت اللجنه وتعبوا، يعني الصراحه يشكروا عليه. وتوافد ابناء محافظه مطروح على اللجان التجنيديه التي استقبلتهم على مدار عده ايام لانهاء اجراءاتهم بتسليمهم شهادات المعامله التجنيديه والرد على كافه استفساراتهم التجنيديه.
طبعا الشباب عندنا هنا يعني كان هو صعب جدا عشان يروح التجنيد في اسكندريه او في القاهره، لكن النهارده بيخلص في يعني يمكن ساعات قليله جدا. يعتبر جايينهم لقيت بيوتهم، تقول لك خد شهاده بالمجان عشان تقدر تعيش حياتك، تقدر تسافر، تقدر تعمل جواز. الحمد لله هذا شيء نفخر به جميعا، نحن ابناء القبائل وابناء الصحراء الغربيه على الحدود، هذا شيء نشكر به القوات المسلحه. دلوقتي في تسهيل بقى، تيجي اللجنه لحد عندنا هنا ومعامله بسم الله ما شاء الله. يعني الواحد ممكن ينزل عندي تحت عشان يخلص الورق، لا هو وقف مطروح ومكانه في محافظه مطروح بما فيها جميع مراكزها، السلوم، السيوة، براني، نجيله، الحمام، العلمين، الضبعه، راس الحكمه، كل محافظه مطروح متواجدين هنا، وباسمهم كلهم جميعا نشكر القوات المسلحه. واستمرت اللجان التجنيديه في تقديم التيسيرات لابناء حلايب وشلاتين على مدار عده ايام لانهاء اجراءات المعامله التجنيديه لهم. القيادات مشكورة، جات شرفت حلايب وتكونت لجنة متكاملة من كل الأجهزة والقضاء يعني لتسهيل وتيسير تنفيذ الأوراق التجنيد لأبناء مدينة حلايب. نبعث تحياتنا الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نقول له تهانينا بأهالي حلايب وأبو رماد والشلتين، كل سنة وأنت طيب وربنا يحفظكم، وإحنا دائما فخورين بقواتنا المسلحة، هم الدرع الأوفر. الحمد لله ما قصروا معنا في كل كبيرة وصغيرة. أنا ابني ضابط في القوات المسلحة. ليه؟ لأنه ده شرف، لأنه مصر هي أم الدنيا. النهاردة إحنا بصدد قواتنا المسلحة بتقدم خدمة لأبناء المنطقة، بالنسبة له دي فرحة كبيرة عارمة، يعتبر إن هو غاد مكانه بيجي يستلم الحاجة دي. ده الحمد لله، يعني ده شكر كبير للقوات المسلحة وإدارة التجنيد، يعني جات لحد مدينة حلايب ومدينة الشلتين بتسهل الأوراق، يعني الحمد لله يعني نشكرهم جدا جدا. يعني توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بصفة مستمرة بتقديم كافة التيسيرات التجنيدية لأبناء الوطن وخاصة أبناء المناطق الحدودية والنائية لبعد المسافات الكبيرة بينها وبين مناطق التجنيد، فإحنا بننتقل لهم بصفة مستمرة، بنتحرك في كل المناطق الحدودية لإنهاء المواقف التجنيدية للشبان والمواطنين من أبناء المحافظات والأماكن النائية في مكانهم وبدون أي رسوم. وكذلك تم دفع قافلة طبية لتقديم الكشف والعلاج المجاني اللازم لأبناء حلايب وشلاتين وأبو رماد، كما تم توزيع هدايا عينية وكميات كبيرة من الحصص الغذائية المجانية على الأهالي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم. تأتي تلك الجهود انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية للقوات المسلحة والمشاركة في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بالمناطق النائية وتوفير أوجه الدعم الكامل لأبناء تلك المحافظات. نشكر القوات المسلحة على دعمها في هذه المنطقة، منطقة حلايب أبو رماد وشلاتين، على دعمهم وعلى وقفتهم مع شباب حلايب وشلاتين. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والله نحن بصراحة مشكورين القوات المسلحة وعلى خدماتهم وعلى اهتمامهم كلهم. كل حاجة والقوات المسلحة موجودة وواقفة معنا يدا على يد. شكرا يا قوات المسلحة، بارك الله فيك. تحيا مصر، تحيا مصر. نظمت أكاديمية الشرطة احتفالية لاستقبال الطلبة والطالبات الجدد المقبولين للالتحاق بها للعام الدراسي الحالي، وتسعى أكاديمية الشرطة لتحقيق الجودة في كل العمليات والبرامج المنفذة وإنشاء نظام فعال يرتقي بالعملية التعليمية والتدريبية والانضباطية والبدنية. ما بينا يا بلدي وكلنا متفقين، من أول يوم والآخر يوم واليوم الدين دايما جاهزين. أكاديمية الشرطة تتفرد بين مثيلاتها في إعداد الكوادر الأمنية محليا وديا لإخراج ضابط شرطة عصري قادر على مواجهة التحديات الأمنية، متسلحا بما اكتسبه من احترافية خلال فترة دراسته بالأكاديمية. دايما جاهزين، اطمن
وامني دايما اولادك يا بلدنا شباب. وأطاح رسول الأكاديمية على انتقاء أفضل العناصر من بين المتقدمين للالتحاق بها من خيرة شباب الوطن بكل حيادية وموضوعية. ويا مصر الفضل وانت بتمشي في كل مكان، أنا عيني عليك، أنا هدف انك تعيش في أمان. وقد نظمت الأكاديمية احتفالية للمقبولين للالتحاق بها للعام الدراسي الحالي 2022-2023 من طلبة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها وخريج كليات الحقوق ذكور وإناث وخريجات التربية الرياضية والتخصصات الجامعية المختلفة، وسط فرحة كبيرة من أهالي المقبولين. كان أمنية حياتي وأمنية حياة حسام أن هو يعني ربنا يكرمه ويدخل، وربنا الحمد لله حقق له أمله، فالحمد لله والشكر لله. وده كان حلم وحلم حياته، ولو كان معايا 10 من الصبيان كنت قدمتهم. احساس جميل ان انت تحس ان حلم بيتحقق قدامك، وان ابنك بيوصل لحاجه هو نفسه فيها وامل هو عايز يحققه. فرحانه جدا، بتمنى له كل خير هو وزمايله، وبقول يا رب يوفقهم باذن الله. مع كل خطوه يخطوها الطلاب المقبولين الى داخل اكاديميه الشرطه سيتغير معها مجرى حياتهم إلى الانضباط في ضوء برامج تدريبية وعلمية ستطبق عليهم خلال فترة الدراسة لإعدادهم الإعداد الأمثل لحمل مشعل الأمن والأمان. كنت طالب في الثانوية العامة وجبت 93.4 ودخلت كلية الطب القصري العيني، الحمد لله ربنا حقق لي حلمي والتحقت بكلية الشرطة. أنا أول ما سمعت إن كلية شرطة طلبت تخصص حقوق سرعت إن أنا أقدم وهيئت نفسي بدنيا ونفسيا. دايماً جاهزين، طمني دايما اولادك يا بلدنا شباب، وعيوننا بتسهر على راحتك وعلى استعداد دايما جاهزين. لا يخلو حديث الطلاب والاهالي من تاكيد على فرحتهم بحلم تحقق لهم بالالتحاق بكليه الشرطه بعد اجتياز كافه الاختبارات المحدده واعتزازهم بالانتماء لهذا الصرح الامني المتميز. مش قادر اوصف الاحساس اللي انا فيه. كليه الشرطه منبع الشهامه، الكلام ده أنا بقوله لأني جربته في ابني وهو بيستشهد، اتعلم الكلام ده هنا، الرجولة والوطنية اتعلمها في المكان ده. أنا مبسوطة جداً أني أندرو دخل كلية الشرطة لأنه هو شاب مكافح، فخورة أنه هو هيخدم وطنه وهيخدم البلد، ومصر حلوة خالص بولادها. دايماً جاهزين، اطمني دايماً أولادك يا بلدنا شباب، وعيوننا بتسهر على راحتك وعلى استعداد دايماً جاهزين. وقد أعدت كلية الشرطة برامج تدريبية وتعليمية متطورة لإعداد الطلبة الجدد الملتحقين بها للانخراط في الحياة الانضباطية الجديدة، وبما يؤهلهم عقب تخرجهم لحمل رسالة الأمن السامية بكل احترافية. ويا مصر الفضل وانت بتمشي في كل مكان، أنا عيني عليك، أنا هدف انك تعيش في أمان، أمنك وأمانك عهد علينا احنا أخذنا. بحضور عدد من المسؤولين وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية والمجالس القومية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني ورموز الفكر وعدد من الفنانين ومندوبي صحف ووسائل الإعلام الوطنية والأجنبية، قامت وزارة الداخلية بتنظيم احتفالية للإعلان عن بدء التشغيل التجريبي لعدد 3 مراكز إصلاح وتأهيل جديدة بالعشر من رمضان 15 مايو وأخميم الجديدة بسوهاج، والتي تم تشييدها وفقاً لأعلى المقاييس والمواصفات الدولية المعتمدة خلال فترة زمنية قياسية. استكمالاً لما تشهده منظومة السياسة العقابية في مصر من تحديث شامل على الصعيدين الإنشائي والتأهيلي، أعلنت وزارة الداخلية عن بدء التشغيل التجريبي لمراكز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان بالشرقية وأخميم الجديدة بسوهاج و15 مايو بالقاهرة، في احتفالية أقامتها الوزارة بمركز تأهيل وإصلاح العاشر من رمضان، حضرها عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء البعثات الدبلوماسية في مصر والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام الوطنية والدولية وعدد من الفنانين والإعلاميين للاطلاع على التجربة الرائدة التي تعلي قيم ومفاهيم حقوق الإنسان. التطوير الذي تشهده منظومة السياسة العقابية في مصر
جاء بعد النجاح الكبير لتجربة إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والذي بدأ منذ أكثر من عام بمركز الإصلاح والتأهيل وادي النطرون. من خلال المؤشرات الإحصائية والدلائل الرقمية، نجاح برامج الإصلاح التي تم تطبيقها في تحقيق نتائج متميزة في إعادة تقويم شخصية النزيل وتحصينه من الانحراف مرة أخرى بمعدلات فاقت المتوقع لها، الأمر الذي يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح. وشهدت الاحتفالية إشادة من الحضور بنهج الدولة المصرية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، والتي تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. إن هذه الإنجازات التي تحققت وفق على مستويات التقدم العلمي والتكنولوجي والصحي وخلال وقت قياسي ومواصفات عالمية، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك النهج الرائد الذي تنتهجه الدولة المصرية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان تحت القيادة الرشيدة لصاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. نشهد افتتاحات لمراكز تأهيل وإصلاح تتفق والمعايير العالمية لحقوق الإنسان، وهي أيضا خطوة مهمة لتنفيذ الدستور المصري وترسيخا لسياسة جديدة للعدالة الإصلاحية. These new facilities and the ones we inaugurate today are replacing old prisons which do not have the necessary infrastructure to offer rehabilitation and reintegration programs to inmates. The new facilities mirror a comprehensive approach based on providing a series of fundamental services to inmates, including comprehensive health services and rehabilitation programs. نحن سعداء بالطفرة النوعية التي تحققها وزارة الداخلية في مجال المعاملة العقابية للمحكوم عليهم، والتي تتفق مع الالتزامات الدستورية ومع معايير حقوق الإنسان ومع أفضل الممارسات والتجارب الدولية. هذا الصرح الكبير الذي نفتتحه اليوم ما هو إلا سلسلة من المؤسسات التي قامت الدولة بإنشائها وتطويرها بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي تكفل لنزلائها استثمار فترة عقوبتهم في التدريب والتأهيل. وقد تم اصطحاب الحضور في جولة بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان لتفقد مرافقه ومنشآته الخدمية والتأهيلية، بدأتها بالمستشفى المزود بأحدث التقنيات لتوفير أفضل رعاية طبية للنزلاء، التي تم إنشاؤها لتراعي أعلى المعايير المطبقة في مجال حقوق الإنسان. بعد توفير وتهيئة المكان المناسب، تأتي النقلة المعنوية، التأهيل المهني والإصلاح النفسي، فهي مراكز إصلاح وتأهيل ليس مجرد أسماء، وإنما هي أسماء على واقع حقيقي في ظل جمهورية جديدة يتم فيها التحول إلى بناء أفضل للإنسان والوطن. النهاردة بنشوف داخل هذه المراكز أعلى مستوى من المستشفيات اللي موجودة لعلاج النزلاء اللي موجودين، تأهيلهم لسوق العمل من خلال التدريب على المهن المختلفة اللي موجودة. We see that the vision of Egypt as a country that is respecting the human rights and also the dignity of humanity of our religion. We are very impressed by not only the facilities that we see for the inmates, but also everything that is related to the health, everything that is related to the children, the women inmates. The tour that we are undertaking, I'm seeing modern equipment, modern buildings, and highly professional who are giving us a brief. هذه الصورة من مراكز الإصلاح والتأهيل معبرة عن رؤية مختلفة ورؤية جديدة للدولة المصرية وللجمهورية الجديدة في التعامل مع الإنسان حتى في أشد حالات خروجه على القانون وتجاوزه للحدود. المراكز تعني في المقام الأول الحفاظ على كرامة النزيل، الحفاظ على آدمية النزيل، ودي نقلة نوعية غير مسبوقة في التعامل مع مراكز الاحتجاز في الدولة المصرية. يعني عمل عظيم الدولة بتقوم به، اهتمت بعمل جامع، اهتمت بعمل كنيسة في كل سجن، وده عمل عظيم جدا، لأن
الغرض هو إصلاح وتأهيل المسجون. الخدمة اللي بتقدم للأم الحامل داخل المركز التأهيل، الخدمة اللي بتقدم للأطفال من دور حضانة أو رعاية، الصحة مهمة جدا للأم النزيلة وصحتها وصحة طفلها كمان، يعني في غاية من الأهمية. المنشآت وبرامج التأهيل داخل المركز تعكس مدى الاهتمام الذي توليه مصر لإعداد وتأهيل النزلاء ليتمكنوا بعد ذلك من الاندماج في المجتمع والبداية من جديد، معتمدين على ما تعلموه داخل هذه المراكز. في الحقيقة النموذج اللي احنا بنشوفه ده نموذج رائع جدا، يمكن يندر وجوده في عدد كبير جدا من الدول في العالم. مصر تعتبر رائدة في هذا المجال، وتم إنشاء هذا المركز على أحدث الوسائل العلمية. بعتقد ده بيدي مؤشر مهم جدا إيجابي على التطور المهم بيحصل في مصر بشكل أساسي في السنوات الأخيرة. nous avons visité le centre de soins et le centre psychiatrique, c'est vraiment à la norme. c'est vraiment une bonne expérience. il n'y a pas de mots pour vraiment qualifier ça. اطلع الحضور على المنظومة الإنتاجية التي يوفرها المركز لتوفير مصدر عمل ودخل للنزيل ولتلبية احتياجات مراكز الإصلاح والتأهيل مع طرح المنتجات عبر منافذ مخصصة لذلك. This is my first time to see centers like this. I understood there are already three in Egypt and I was really impressed. This is something I've never seen really in my life, only maybe on TV. The way it is equipped, the way it is designed, the way inmates are treated here. كما شملت الجولة زيارة لمجمع المحاكم داخل المركز. مراكز الإصلاح ما بقتش مجرد مكان لاحتجاز النزيل، لكن أيضاً بقى فيه محاكم ملاصقة لمركز الإصلاح، بحيث إن النزيل ما يبقاش فيه أي إرهاق عليه في نقله من مركز الاحتجاز إلى المحكمة. المحكمة مش داخل مركز الاحتجاز أو داخل مركز الإصلاح، المحكمة ملاصقة له في مكان منفصل ويتبع وزارة العدل. إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة يؤكد الرؤية المصرية في مجال حقوق الإنسان التي تواكب الجمهورية الجديدة بما يراعي كرامة المواطن وإنسانيته حتى لو كان يقضي عقوبة. زار الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي مواقع عسكرية قرب مدينة بخموت الواقعة على خط المواجهة في شرق أوكرانيا، حيث وعد بتحقيق انتصار عسكري على روسيا. وقال زيلنسكي في رسالة مصورة إن بلاده سترد على كل الهجمات التي استهدفت المدن الأوكرانية. يأتي هذا في وقت تواصل فيه القوات الروسية هجومها على عدد من المناطق في دونيتسك ولوهانسك. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن أعنف المعارك مستمرة في الأجزاء الجنوبية والشمالية من بخموت، لافتة إلى أن القوات الروسية تقوم بعمليات هجومية بهدف إحكام السيطرة على أفديفكا ومارينكا.
رأى الأمين العام لحلف الناتو يانس ستولتنبرغ أنه يتوجب على الدول الغربية الاستعداد لصراع طويل الأمد في أوكرانيا، حيث إن أفاق تسويته لم تظهر بعد، وأضاف أن الدول الغربية بحاجة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لتزويد أوكرانيا بالذخيرة والأسلحة الجديدة، لافتا إلى أن معدل استهلاك الذخيرة الحالي أعلى من معدل الإنتاج. تخطط النقابات العمالية في فرنسا اليوم تنظيم احتجاج هو التاسع لها ويتوقع أن يكون الأضخم، وذلك ضمن سلسلة الإضرابات التي تنظمها احتجاجا على قانون التقاعد الذي مررته الحكومة دون موافقة برلمانية. وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن التزامه بإصلاح نظام التقاعد رغم احتجاجات النقابات، مؤكدا في الوقت نفسه أن السلطات لن تسمح بتكرار الإضرابات التي حدثت في الأيام الأخيرة. قال الجيش الصيني إنه قام بمراقبة وإبعاد مدمرة أمريكية دخلت المياه بشكل غير قانوني حول جزر براسيل في بحر الصين الجنوبي. وقال الجيش في بيان له إن هذا الانتهاك غير قانوني للمياه الإقليمية الصينية يقوض السلام والاستقرار في الممر المائي، مؤكدا الإبقاء على حالة تأهب قصوى في جميع الأوقات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية السيادة الوطنية والأمن والسلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي. يواصل المنتخب الوطني تدريباته بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استعدادا لمباراة مضيفه منتخب ملاوي يوم الجمعة في الجولة الثالثة لتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار. ومن المقرر أن يلعب المنتخب الجولة الرابعة أمام مضيفه ملاوي يوم 28 من مارس الجاري. واصل المنتخب الجزائري تدريباته استعدادا لمواجهة النيجر اليوم الخميس في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار، ويحتل الجزائر صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط من فوزين أمام أوغندا وتنزانيا على بعد 4 نقاط من أقرب ملاحقيه. ومن المقرر أن تلعب الجزائر الجولة الرابعة أمام النيجر يوم 27 من مارس. يستضيف المنتخب الإيطالي نظيره الإنجليزي اليوم في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية، وستقام المباراة في 10:15 مساء على ملعب دييغو أرماندو مارادونا، ويلعب المنتخبان ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضا منتخبات أوكرانيا، مقدونيا الشمالية ومالطا. يواصل المنتخب الهولندي الاستعداد لمباراته الافتتاحية في تصفيات المجموعة الأوروبية الثانية المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا 2024 التي سيخوضها الجمعة في باريس ضد المنتخب الفرنسي، وستكون المباراة أول لقاء للمدير الفني كومان في فترته التدريبية الثانية للمنتخب الهولندي.
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بارد ليلا على أغلب الأنحاء، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. ختام النشرة مشاهدينا الكرام، والآن تذكرة بأبرز ما جاء بها من عناوين. الرئيس السيسي يفتتح مركز مصر الثقافي الإسلامي ويشيد بجهود العاملين بالعاصمة الإدارية. الرئيس السيسي يتبادل التهاني مع زعماء العرب بمناسبة شهر رمضان المبارك. فرنسا تترقب اليوم مظاهرات جديدة ضمن سلسلة الإضرابات العمالية احتجاجا على قانون التقاعد. ختاما مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق أكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وتقبلوا تحياتي أنا لأشتاء. إلى اللقاء.